فيه. يكون عادة إجابة لمواجهة تهديد الخلية، فإنه يفرز مواد كيميائية ذات رائحة قوية لإفراز الهرمون في الغموض. وتحث هذه المركبات استجابة للتهجير لدى المحل الآخر، والذي يفرز بدوره إفرازات هرمونية مشابهة، بحيث يصبح كل النحل في حالة تنبؤ للخطر مستعدا لمهاجمة ما قد يمثل دخيلا عليه. ويؤثر الدخان بإعاقته لحاسة الشم لدى النحل لدرجة أن النحل يصبح عاجزاً عن رصد مستويات التركيز المنخفضة للإفراز الهرموني. وبالمصطلحات التقنية، فإن الدخان يقلل الاستجابة الكهربائية في قولون الاستشعار. وقد يكون للروائح القوية للأزهار تأثير مشابه، لكن العاملين المختلفين في تربية النحل ما زالوا يفضلون استخدام الدخان، ربما لأن له خبرة أكثر به، وربما أيضا أنه أقل تلوثا. على أي حال، فإن هذا التأثير على النحل يكون مؤقتا، حيث تستعيده قرون الاستشعار لدى النحل قدرتها على الاستجابة خلال فترة زمنية من 10 إلى 20 دقيقة.